أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الأذان هو عبارة عن يعني هواية، وكانت الهواية ميسر لها لأنه العائلة من الجد إلى الوالد كانوا مؤذنين بالمسجد الحرام، فهذا يعني دفعنا إلى أنه نواصل هذه الهواية. فأنا واصلت الهواية من سن 14 سنة، عينت في الحرم 1395 مؤذنا في عهد الشيخ عبد الله بن حميد، واستمريت أذننا في المناير وأذننا في المكبرية في كل هذه الفترة، حتى أنه في عام 1327 توفي شيخ المؤذنين الشيخ عبد الملك عبد الرحمن ملا، فعينت في مكانه شيخا للمؤذنين الفضل لله سبحانه وتعالى. ثم لعمي الشيخ عبد الرحمن ملا كان مؤذنا في منارة باب المحكمة، فكان هو يتابعني وكان يوجهني. والله احنا يعني بموافقة معالي الشيخ عبد الرحمن يعني أخذنا مجموعة أولى، فأعطيناهم فرصة إن هم في أوقات يعني ما يكون الحرم فيها مليان وفيها رهبة وفيها كذا، حتى إنه يعني أتمكنوا وأصبحت يعني أصواتهم ما فيها هذاك الارتباك. لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. والله النصيحة للإخوة المؤذنين، إذا كان هو يمتلك صوت جميل فيحافظ عليه، يحافظ عليه من كثرة الصياح، يحافظ عليه من الأشياء الباردة، الأشياء الساخنة، الحاجات اللي هي بتأثر على الأوتار الصوتية. والله الشعور يعني هو طبعا في لابد من رهبة وفي لابد من يعني ارتباك وكذا، لكن نحن يعني خصوصا أنا المناير يعني ثبتتني في هذا الموضوع، فما كان في عندي ذاك الخوف. أنا أدنت في فنزويلا، وأدنت في أمريكا، وأدنت في دبي، وأدنت في ماليزيا، في إندونيسيا، وفي العديد من اللي هو البلاد العربية الإسلامية وفي المساجد. حقيقة أنا يعني فترة المعاناة استمرت لي حوالي 6-7 أشهر، فيعني لم أترك رؤية الحرم ولا سماع المؤذنين عن طريق التلفزيون حتى الفجر. وطبعا كنت أبكي وأقول يا ربي هذه يعني يعني هذا الشيء اللي أنت أعطيتني هو إنك يعني تعافيني وتعيدني إلى المسجد الحرام وإلى الكعبة الشريفة. الحرم أول كان عبارة عن حاجة تراثية، الآن أصبح عبارة عن ما يسموها الترجة أو الفص المتلألئ، وخصوصا مع التوسعة. جزا الله من كان له السبب وتوفاه الله وأطال الله عمر من هو لا زال باقيا عليها، حبيبنا مليكنا الملك سلمان الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه ويوفقه ويكتب له التوفيق ويسخر له البطانة الصالحة
التي تعين. الله أكبر، لا